اليوم احنا متواجدين في مركز لغوي اللي هو سونتر امريكان حدا ميدي ان في راس مصلى مدينة طنجة. واحد الحملة ديال تبرع الدم اللي عملتها مع جمعية اليد في اليد، فهذه مبادرة طيبة اللي عندها علاقة بهاد يعني الحاجة اللي هي المادة الحيوية اللي الإنسان بلا بها ما يقدرش يعيش. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى عطانا هاد البوسيبيليتي على أننا نعطيو الدم لبعضياتنا، فهنا كيبان الأخوة اللي بيناتنا، كيبان التلاحم اللي بيناتنا، كيبان التآزر اللي بيناتنا. فتا اللي ما كيعندوش باش يصدق، أحسن صدقة هي هذه. مرحبا بكم اللي بغى يتبرع، طبيعة الحال فين ما يشوف شي حفلة شي حملة بحال هذه ما يترددش. فأنا الحمد لله دابا لحد الساعة هذه الحملة الثالثة المربع ديالهم في طنجة، ضروري ما نحضر فيها، ضروري ما نحضر فيها. وإلا جات عاوتاني وحدة أخرى من دابا 3 شهور واقيلا كيكون هذاك هو عندك الحق فيها من 3 شهور من 3 شهور، فإلا عملوها من دابا 3 شهور غتجبروني كاين فيها. فهذه على الأقل واحد الحاجة كنعملوها مع الله مزيانة، واليوم ليك وغدا عليك. السلام عليكم، انا السونتر امريكان، انا المدير ديالو مارك سير مارك، وعندنا واحد نشاط اليوم، واحد كنجمعوا الدم لاقاش ستوك ديال البلاد ناقصين بزاف، باش نعاون الناس الدراري الناس كبارين كاملين اللي كيحتاجوا الدم، ضروري يكون يعني ستوك كافي. دابا شويه يعني كيحاولوا يزيدوا. معكم عثمان جباري من نادي ديد فليد في طنجه. نادي ديد فليد هو فرع من المركز اللغوي الامريكي، هو الداعم الرئيسي ديالنا. حنا كنعملوا بزاف ديال الانشطه اللي كيهموا المجتمع، انشطه دراسيه، كنعلموا اللغه الانجليزيه للتلاميذ، عندنا بزاف ديال البروغرامات. واليوم عملنا واحد الحمله ديال التبرع بالدم، حيت ليد فليد كيهتم بكل ما هو كل ما كيفيد المجتمع. نادي ليد فليد لبى النداء ديال وزاره الصحه للتبرع بالدم، وعليها نظمت الحمله هذه في مركز اللغوي الامريكي وبالتعاون معه. كما كنعرفوا كاملين بلي الدم عنده واحد الاهميه كبيره، وكل ما كان المخزون ديالو كبير في المستشفيات كل ما الناس بزاف يتفادوا انهم يعانيوا من هذا النقص. لذا فان يكون واحد المخزون كبير ديال الدم راه يلبي الاحتياجات ديال الناس ويعاونهم بانهم يتجنبوا ديك الامراض الناتجه على نقص الدم.